ممكن يكون ناحي او مهدل. ليش ما تكون انت؟ لا انا متاكد انه لان ليش؟ انا موصي من قبل ما ادخل انه في الثقيلات بس. وهذه اثقل شيء؟ ما ادري بالنسبه لي. يمكن تطلع يكون ما عاد في ثقيله. ان طلعت هذا شيء ربي كاتبه، ولا تزال انها ما هي بثقيله رغم الاسماء قويه، لكن اتكلم ان الوقت ما هو ثقيل الى الان. باقي تتوقع انك تكمل يعني؟ واذا كملت راحت الثقيله. طيب راح التكتيك جوارديولا مو موجود؟ لا مو مساله كذا. شوف هي مو انا مخطط اني مثلا ما راح اطلع في الوقت، حتى لو طلعت يعني حتى لو كنت ضامن اني راح اطلع، العزم ما راح اشده من الان كامور تصويت او شيء زي كذا، ما راح اشده من الان يعني. طيب كذا انا اشوف انك ما أصبت كثير لأنه في جمهور يدعم. صحيح، بس هي في دعم ذاتي وفي جمهور يدعم. والله نعم بالجمهور. وترى كذا كأنك تقول جمهوري لا بالعكس، أو متابعيني أو محبي باسم. لا تسوت لا تقولني لا تقولني. بقول لك شيء، أول شيء إحنا جينا هنا، هي طبعًا من أصعب شيء في البرامج الواقعية إنك أنت جاي تنفذ حاجة أساسًا لا تدرك رضاء الناس. يا أخي تحية يا رجال، تحية يا رجال ذا. والله إني صادق باسم لعيب. الله يطول عمرك. والله لعيب. الله يطول عمرك. والله لعيب. الله يطول عمرك. هذا محاور جاي، هذا محاور قادم، محاور قادم. الله يطول. إن شاء الله أشوفك في فقرة. بإذن الله. إن شاء الله أشوفك في فقرة. بإذن الله. أتشرف والله. صاحب المركز الثاني. أنت صاحب مركز قلوبنا. صاحب المركز الثاني. تحقيق المراكز في البرامج الواقعية يعتمد على الرياليتي بشكل أساسي، ويعتمد على المحبين بشكل دائم. أن تحقق المركز الثاني وسط وجود عدد كبير من المتسابقين ومن كافة الأطياف، هذا يعني أنك قوي، هذا يعني أنك وصلت، هذا يعني أن لك محبين. ولو كنت من هنا أو من هناك تعملقت وأديت وأبدعت وأقنعت وأمتعت، وكان حضورك طاغي وكان حضورك جميل. يا صاحب المركز الثاني محمد بن بندر، ألف مبروك. المحصن بالحصانة تعرف الوقفة مكان شاشة الواقع كان بالحياة الواقعية. محصن بالمسمى خطوتك في كل قمة، أكمل إنجاز المهمة كل صبح وكل عشية. البطاقة في صعودك الهدية بجودك، وسع بعينك حدودك نجم يلمع بالبضية. الحياة الواقعية بالحياة. والله ما يا حرابي. حاجة كذا تقولها قبل ما تشكر، عطني حاجة صوت قبل ما تشكر. والله الله ساعدنا إن شاء الله، كنتوا اللي قاعد يا ولا أحلى من الصوت، ولا أحلى من الصوت اللي كله قرار. إيش تبون يا شباب؟ اللي تبي. لا مو أي شيء، إيش تبون؟ اللي تبي. خلصنا يلا الوقت. ابن لا أقطع ال دقيقة، ضروري يكون بينكم عمل ديوتو، ضروري 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 جدا يكون في ديو بينكم، ضروري. دوس لا عمل، لا تسجيل، دوس. ايها بغيت علم وصل قالي ما يندرى، اصبر السبت ولا السبت الاخر من حبيب على قطع المواصل ضرا، حسبي الله على من كان يسب الجفا. شو عمل؟
طبعا. اللي يميز كنت وفارس انكم قاعد تقولون الوان في برامج الواقع جديده ويش. جديده تقول كلمه اللي اهدوا لك هذا المركز. الله يبيض وجيهكم ولا يهينكم وابشروا بالخير، مع ان والله اني طافي ذا الاسبوع ذا، لكن ابشروا باللي بيض وجيهكم وارقدوا وامنا كفو. ولا احد يحوز مثل الاولويه معلو.